مشاهدون قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من قلب قناة شوف تي في قناة الشعب. احنا اليوم كنتواجدوا مع بشرة اللي القصة ديالها مؤلمة وماشي للفرجة وإنما للعبرة، لأن هذا الشيء اللي وقع لبشرة ما نبغيش يوقع لبنات الناس وما نبغيش يوقع لباقي الشابات المغربيات. بشرة في عمرها حاليا 41 سنة. حمزة عافاك اجي شوف شد البنوت عافاك، سيري عند عمو، سيري عند عمو شوفي الكاميرا، سيري عند عمو، سيري عند عمو شوفي الكاميرا. بشرة في عمرها حاليا 41 عام. غنعاود لكم باختصار شنو وقع. هي تعفسة الاخوان، بشرة تعرفت على واحد المواطن انجليزي وتزوجت به هنا في المغرب ومشات لعندو الدولة اللي كيسكن فيها، دارت فيزا توريست ومشات لعندو. كانت عايشة في فيلا عندها طوموبيل، كانت كدير الخير، كتجيب الكاميوات ديال الخشب كتعطيهم للناس اللي محتاجين للتدفئة. كانت عايشة في واحد الخير ما يمكنش، يعني ما يمكنش تصوره. كانت باخر عليها والحمد لله. تقادت ليها الفيزا وهي في الانجليز مع داك السيد، ما بغاتش تبقى حارقه، ما بغاتش تبقى عايشه بطريقه غير قانونيه، رجعت لبلادها باش تدفع الفيزا ديال الزواج، يعني غتمشي دير تجمع العائلي وتمشي لعند راجلها. بقات هنا في المغرب كتقاد في الوراق، كطلع تهبط شويه، داك السيد اللي تزوجت به قطع عليها التليفون، مابقاش كيهضر معاها، كتصوني عليه ما كيجاوبهاش، لدرجة أن مشات للقنصلية كتسولهم على داك السيد فينا هو، شنو وقع عليه، واش ميت، واش حي، واش دار شي اكسيدون. عام وهي كتطلع وكتهبط، العام الثاني وهي كتطلع وكتهبط، في الاخر غيجاوبوها غيقولها بان داك السيد راه باقي عايش وما وقع ليه والو. هي تما عرفات بان داك السيد ما بقاش بغى يهضر معاها، ما بقاش باغيها، لان اللي فهمت من عند بشرى بان العائله ديالو عمروه على هاد السيده هادي، وبقات هنا في المغرب. طلقات راسها براسها، طلقات بواحد ولد الناس اخر عاوتاني، كلا لها دماغها، تزوجت به، وفاش تزوجت به دالها كلشي الاخوان، طوموبيل، الفلوس، كاع داكشي اللي كان عندها خداها لها داك السيد، ولد معاه بنيه ومشى في حالاته. صدقات عاوتاني مطلقه راسها براسها. غير باش نقول لكم، بشرى راه قارية تبارك الله، واخدة ديبلومات، خدمات هنا في المغرب لمدة 7 سنوات، ولكن داكشي اللي وقع لها ما نبغيش يوقع لأي بنت. غنخليكم مع بشرى دابا تحاول تقربنا من شنو وقع لها. بشرى عليكم السلام. حمزة خويا مرحبا بك على قناة. ربي يخليك، الله يطول عمرك، شكرا بزاف، جيتي بعدا جبتيني حتى لهنايا، ما لقيتش حتى فلوس ترونسبور باش نجي درتي فيا هذا الخير، الله يجازيك بخير. ماشي مشكل، حاولي تقربيني من شنو وقع لك، عرفينا بعدا شكون هي بشرى، قدمي لنا راسك بشرى. شنو نقول لك، بشرى انا الوالد ديالي كان شاف ديال المخازنيه، تربينا تربيه عسكريه على المعقول، على الحق، على النيه، على الطيبوبه، وزاد كملتها ماما حتى هي من الباديه، تعلمنا منها النيه اكثر والثقه هادي وادي، حتى وصلت لهذا الشيء اللي فيه بسبب اول حاجه هي النيه والطيبوبه، وكتحط راسك في بلاصه الانسان وكتثق الثقه الزائده. قبل ما نهضروا على انا ما تقش نهضر انا شنو درتي فاش ديتي الباك، عاودي لي على راسك انت. انا عندي نيفو باك، نيفو باك دوزت فورماسيون ديال انيماتريس راديو تلفزيون ديال اعداد البرامج، وكنت تبديت في هادشي ديال الصحافه ولكن ما كملتش فورماسيون ديال 3 شهور، نورمالمون كان عليا خصني نقرا عامين، و اتيستاسيون من ارتكوم ديال لا كرياسيون ديال ديزاين ديال لي لوغو وهذا. اللي قريت خدمت بوندون 7 طون في واحد ليديسيون مع عمتي، مع واحد اللبناني. هي فاش تلاقيت مع الزوج ديالي الاول،
بريطاني. هو الام ديالو استراليه والاب ديالو انجليزي. تلاقينا بعد تفكير طويل حقاش كنقول كيفاش انا بقى عندي 21 عام كيفاش غنتزوج بواحد كبر مني بزاف، فهمتي؟ حتى الفيلو دوبل دموناج تقدر تكون عنده ديك الساعات شي 47 48 وانا يلا كانت كنت في العشرينات، يلا 21 عام ولا مهم. بقيت كنفكر كنتشاور مع موالين الدار واش نقبل بهذا الزواج ولا لا، راه كبر مني انا بقى عندي 20 عام، انا هادي تبع ديك الهضره ديال الجدود ديال خدي اللي باغيك خدي اللي كيبغيك، بغيتها الله فيك وهذا راجل كبير واخا مجوج وعندو ولادو غيعتني بيك، عارف بقيمه المراه بحق المراه. صح مع الاسف لقيت التصرف اللي انا تصرفت بحال شي واحد كفس من مراهق. مهم حتي كان تزير كتفكري داكشي لان الفقصه بوحدها راه تقدر تقتل، والشمته والغدر والخيانه وزيد ما عليناش. تزوجت به، تزوجنا، عشت معاه في افران مده عامين، ولكن قال لي شرط انني تبركي من الخدمه. قلت لي شوف انا ما يمكنش لي نبرك من الخدمه لان انا انسانه مرضيه لوالدي، ضروري خص الشهريه ديالي مع والديا لانه هما كانوا سبب هادي ديالي في هذه الحياه. قلت لي وانا انسانه فهمتي كنبغي ندير الخير وهادي. قال لي غادي تبركي من الخدمه وانا داكشي اللي غادي نخدمه، تقابلي غير الدار شنو غتحتاج الدار شنو هادي. تبعت هضرته وصيف غير كان شاك موا كيعطيني انفلوب فيه الفلوس، داكشي اللي كندير. اون بارتي خصها تدوز لمي بارون هادي اوبليغاتوار شاك موا، وان بارتي كنبدا نقلب على الناس اللي هما الطبقه الفقيره الكادحه اللي وليت انا منهم دابا باش كندير فيهم الخير. ماما هزت التليفون ملي قالت لي بشرى علاش ما كتحاوليش تجمعي الفلوس. كنقول لها كيفاش ماما انا غادي نجمع الفلوس وانا ما عارفاش حتى من هنا لدابا نقدر نموت؟ انا الا جيت نجمع الفلوس الكونت ديالي شكون غيستافد منه؟ انا خصني نجمع الاعمال ديالي. كنقول لها اللي بغيتي ديري بحساب دوير الزمان ديري بحساب، كنقول لها ما تخافيش. مهم عشنا في هذيك افران مده عامين في الفيلا بطبيعه الحال، في الاودي كابريولي اللي كانت عندي كنت خديتها من مراكش، واخا خديتها بون اوكازيون. كانت عندي اودي كابريولي فيلا والحمد لله على كل حال. المهم بيت مع الجيران اكشوال محسن من الزنقه، المهم كاين سقف كيحميني من الدياب انا وبنتي وبزاف د الحوايج. بغيف كتجيني هذيك لا كريز ديال الاعصاب. مهم هي هذيك. جا واحد النهار قلت ليه انا عامين وانا معاك وساريتك المغرب وخرجنا المغرب، عرفتي الثقافه ديال المغرب والماكلات المغرب، جا الدور ديالي انا نتعرف على بلادك. اش مشى دار؟ مشى طلع ليا فيزا سائح. شفتها سكت، انا عارفه بان نورمالمون جو سوي سا فام انا مرتو ستخرج ليا فيزا وايف. سكت، قلت غنجي نهضر معاه على فيزا وايف غيسحب ليه بان هذا الزواج مبني على انني نخرج للخارج ولا هذا. سكت، قلت لي واخا. مشيت معاه لبلادو، عشت معاه مده ربع شهور. هذيك العيشه اللي عشت معاه ربع شهور كان ديما كيعاود ليا على واحد الدار ديال والديه، بعدا دار كبيره ثلاثه البيوت طق طق طق. انا عندي فيرما في استراليا، انا ديما كنبدا نهضر معاه كنقول ليه انت واش كيسحب لك انا تزوجت بك على قبل الفيرما ولا على قبل هادي، ولا انا تزوجت بك لحقاش سلمتي، تزوجت بك لحقاش كتهلا فيا، تزوجت بك لحقاش كتخاف عليا. وهذه هي المراه، ان فوا كتلقى هاد الاهتمامات هادو كاملين تقدر تنسى العالم وما فيه، ما كيهمهاش شنو عند راجلها ولا شنو في الناس الاخرين. يعني انا بعدا من هاد النوع ماشي طماع. كنقول انا نتزوج بك حيت سلمتي وتزوجت بك لحقاش كتهلا فيا ولحقاش هادي. داكشي علاش ملي خرجت فيزا سائح ما هضرتش، مشيت مع اهل بلادو. اقسم بالله العلي العظيم، اقسم لك يمينا ورمضان على الابواب، بغيت ربي ما يحققش لي رجايا. كنلقى السيد ساكن في اوتيل الانجليزي. ملي مشيت لبلادو قلت ليه
واش انت جبتيني الاوتيل هنا زعما باش بحال زعما نعاودو شهر العسل فهمتي، باغي تعاود دلعني. قال لي لا راه انا الدار ما عنديش، راه ساكنه فيها بنتي وراجلها وولادها. قلت لي وانت؟ قال لي انا في لوطيل. قلت لي واخا هادشي ما كيعنيش بانك خصك تبقى انت في هاد البلاد ملي عندك الدار في لانجلتير. كنتي عاودتي لي على واحد ثلاثه ديال الديور فرنسا، عيش في فرنسا وما تبقاش هكا في لوطيل كتخسر. لا ديك الدار اللي فرنسا مكريه. السيد كيدخل يخرج في هضره سكت. نقول ماشي مشكله داكشي ديالو، الا كان هادشي عنده ديالو عطاه ليه الله، انا مالي. ولا ما كانش عنده يقدر يكون كذاب ولا مريض ولا الله اعلم. كنقول واش هذا عنده هاد لاج؟ لا ما يمكنش، انا صغير منه ما كنكذبش، ما كنفكرش هكا نهائيا. كنت كذوب، بقيت ساكته حدي كنشوف وكنسكت. كنقول انا باغا نعيش يعني شحال مره راودوني كنقول نتخلى عليه غنمشي ندعي في بلادو نيت على كذوبو على الاستغلال. هذا استغلني وانا باقا صغيره شويه. كنقول لا انا ما تربيتش على هذا الشيء، الله كيشوف الله يخلص العباد. بقات لي شهرين غتسالي لي هذيك فيزا سائح. قلت لها طوني راه بقات لي دو مو غتسالي فيزا سائح وتسمى حارقه. قال لي لا تخافيش، انا غنديك عند واحد المحاميه باش دير لك اكستنشن ولا بغي يعترف بديك فيزا وايف ولا بغي يقاد لي الوراق. كنشوف وكنسكت. قلت اخرتها غنرجع لبلادي ما ليناش. دخلتي لبلادي؟ انا قبل ما ندخل بلادي قلت لديني المحاميه. هذيك المحاميه لحد الان من باكستان، انا والله العلي العظيم ما عرفتش واش مدور معاها واش كانت كتهضر بغي واش ما عرفتش. ما نقدرش نجاوب. لا دخلنا ان بيرو ديال لي زافوكا لبسه موراها باين داكشي. هنا السؤال بقى واش مرشيه واش كتعرفوا واش كان قرات معاه واش الله اعلم. مهم قالت لي حنا غنقدروا نديروا لك اكستنشن ديال اموا، ولكن راه ملي غتسالي لك راه ما غيبقاوش يعطيوك اموا اموا اموا. الفوميو ترجعي لبلادك وعندكم غير لي ماروكان. هنا كاينين فرنساويين حارقين، ايرلنديين حارقين، اتراك حارقين، راه ياخذ لك هادشي لا بروسيدور بزاف ديال الوقت. وهادي سيري لبلادك، كاينين اونيكمون لي ماروكان باش تخرج لك فيزا وايف. سيري وغيهبط غيصيفط لك الوراق اللي باش تبني عليهم انت في القنصليه ديال الرباط. رجعتي لبلادك؟ رجعت لبلادي. قطع عليا رجعت لبلادي وانا ما على باليش ان بنتو كتحرشو وراجل بنتو كيحرشوه، خايفيني انا اللي طماعه وهو كيسمع ليهم ومثبتينه. في الاخر داكشي هما اللي داروه ليه، ديك الفيلا اللي كانوا طامعين فيها انا اللي غادي نديها ليه بنتو وراجلها، داتها ليه بنتو وداها ليه راجل بنتو. فهمتي؟ اللي خافوا مني وانا راه ما غكنتش فيا كاع. انا كون بغيت ندي ليه نخليه في بلادي ندي ليه، كون بغيت ما ناوياش المعقول ما غاديش نتزوج، غنبقى معاها غير مع صاحبته ويتهلا فيا وندي ليه. ولكن انا ما تربيتش على داك الشيء، وانا من كان ما كذبش عليك كنخاف الله، حيت اخرتها خويا موت. انا ما نبغي حتى شي واحد يوقف عليا يوم القيامه ويقول لي انت درتي ليا وانت ديتي ليا وانت نصبتي ليا ولا انت درتي ليا. ولكن كاين بزاف ديال الناس غنوقف عليهم انا بزاف، وهذا الحمد لله يكفيني. رجعت بحالي هنايا، رجعت هنا على اساس كنتسنى في السيده يصيفط لي الوراق. كنعيط ليه الغريب في الامر انا وكيهضر معايا عادي. ملي كيهضر معايا كنقول ليه فين ما نبغي نقطع معاه حتى كنساليو ديك اي لاف يو اي ميس يو اي نيد يو اي 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 اي. وكنجي حتى ملي بغي ندير ديك انت نسالي المكالمه كنقول ليه وما تنساش تصيفط لي الوراق. 15 يوم كنعيط للسيد كنلقى التليفون طافي. اقسم بالله حتى تخلعت من قلبي. نهار على نهار كنعيط، ملي شفت راسي شهر وانا كنعيط مشيت للقنصليه خليت لهم الوراق كاملين داروا عليهم فوتوكوبي. وانا بغيت نعرف هذيك القنصليه ملي كتجي توقف تهضر مع السيكوريتي وكتقول لهم انا راه كنهضر اونغلي ولا كتهضر فرونسي اولا نيفو ضعيف في الانجلي، ولكن راه ما عرفاش ناخذ ابوينتمنت، راه ما تنعرفش نكتبها، ما غاديش نعرف فورمولير نعمرو،
كيقول لك لا سيري قلبي على اللي تعمر لي وانت كتقلب على راجلك اللي هو غيعطيك هذيك 200 درهم باش يعمروا لك. فين هي هذيك 200 درهم؟ انا من نهار بعدا كاينه ملي جيت للمغرب الدار اللي كراها ليا وقال لي سيري راك غادي تلقاي السوارت وهادي. من بعد ملي طفى التليفون شنو بغيتيني نبقى انا في ديك الدار في طاقتي غنخلص انايا 8000 درهم؟ ما يمكنش 8000 درهم هذيك لابارتمون. اضطريت رجعت عند ماما في الدار اللي انا كنت كاري عليها البارطمان. اما حتى دابا ماما ولات حتى هي في بيت مع الجيران حيت انا اللي كنت هزاها. كنت هزا بابا راه مقطوع عليه رجلو، راه اصلا الدوله خلات لي 1200 درهم شاف ديال المخازنيه اش يدير بها. ما عليناش. بقيتي كتقلبي على راجلك بان ما دات عام ونص وليت كل 3 شهور تتحفظ في التران. تحفظ شاك 3 mois طالع عندهم مدرا لقيتوه اسيري على لا تان تكون شي حاجه حنا غنعيطوا لك. كنقول لهم حيت ما مشويينش بحالي راه هذاك هو السند. كيقولوا لي سيري غنعيطوا لك. فايدا عام ونص باش غيجاوبوني حاجه وحده. السيد عيش ولكن ما عندوش عنوان. ما عندوش عنوان واش بارك مع صاحبه؟ واش هادي؟ واش ما عرفش واش بارك مع صاحبته؟ على ما المراه ما كتخانش شاكيره وتخانت الراجل. المراه ما كتخونش الراجل، الراجل كيخون المراه والمراه كتخون الراجل الا من رحم ربك. داك الانسان اللي كتلقاه متزن وهادي وهادي هادوك شكل اخر. صافي تلقيت راسي طلقت راسي براسي مرت فيها واحد المرضى ما نعاودش لك كي دايره. هي نختصر لك بزاف. هو كنقول لك هو فاش كنتي معاه واش كان كيخون؟ لا وانا داخلين خارجين يعني ما كانش ولكن اشنو هي معنيتهم؟ ما عمري ما شفتي واحد في عائلته. اش كنقول لك دار شي تصرفات بيغ كو مراهق. هذا فات المراهق اللي هي هذا راه واقيلا المراهق عنده العقل. هذا ما فهمتش كنقول ماشي مشكل القدر المكتوب اللي دار ربي هي اللي كاينه. مرحبا بالقدر ديال الله. امتحان ابتلاء. صبرت راسي بهذا الكلام. صبرت راسي بالدين. صبرت راسي بالدين. من مور ما طلقتي راسك براسك شنو وقع لك؟ ملي طلقت راسي فراسي صافي دخلت في واحد العصب ديال ما نعاودش لك. مابقيتش كنعس مابقيتش كناكل وليت ندور نبكي وكيشدني بحال شكل ديال بومزوي والخلعه ديال المستقبل. اش غيبقى لك ابوشرى؟ اش غيطرى لك؟ يعني من فيلا طوموبيل الرفاهيه ماما طلقات لك راه لحقاش بقيت هذا لقيت راسي انا وياها في بيت. اختي اللي كنت كنتمنى انني نقريها ونوصلها في شي فورماسيون هي بلا قرايه بلا والو حد الان. يعني كاع الحمل كان عليك انت. جيت بديت كندور على الناس اللي درت فيهم الخير. هذاك راه بيني وبين الله اللي عطيتو شي خشب في سبيل الله اللي شريت ليه الدواء اللي دوزت ليه اللي خصو شي قرايه مرا مسكينه ميتلا مو داكشي في سبيل الله. ولكن فما بالك اللي كتسلفهم وكتجي وكتقول ولي الدو لا ميغ داجي ندور على رزقي ندور على السلف. ها 3000 درهم ها 4000 درهم ها 5000 درهم دونك كوميم راه سي دو لارجون ورزقي اون بلوس. نادم كيبلوكيك على رزقك. كيبلوكيوك على رزقك. كتعرفيهم ها اللي قراو معايا ها اللي ولاد الدرب قدام بنات الدرب قدام دي بروفيتور ودي بروفيتوز. من الاخر ملي كيبغيو من عندك شي حاجه صحبه لا صحبه مع راسك فهمتي. هذيك هي الصحبه اللي ما تخونكش. الصحبه ما كايناش كاينش شي صحبه. كانت هي مات النبي اخويا اللهم صل عليك يا رسول الله. دوك هما الصحابه الحقيقيين اللي داروا به. دابا كاين الا بغيتيني نتصاحب معاك خصك شكون انت تنتصاحب معاك؟ اش عندك في لو كونط فهمتي ولا الدنيا مظاهر؟ يعني نقدروا نقولوا كاع دوك اللي كانوا مصاحبين معاك على داكشي اللي كان كلهم. كاين اللي كان اللي مصاحب معايا على زيني راه مصاحب معايا على زيني وعلى العياقه ديال 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 زعما راه عندي طوموبيل وهادي. وملي كيشوفوا ان راه زيني راه ما غيوصلوش لداك الشيء معايا اللي بغاو. شنو انت تبعتيني على زيني مثلا؟ يعني انت بغيتي دير الفحشاء معايا بغيتي دير الحرام معايا. انا ما غنشدش لك من هذا لوكوتي. كيبدا يدخلك من جهه اخرى بانك انت اطيب خلق الله وانك انت في شكل وهادي وكيبدا يدير لك داك غسيل الدماغ لا دريات لا دراري فهمتي. من مور ما طلقتي
من مور ما طلقت لقيتي هذاك السيد؟ لقيت هي فاش تلاقيت مع بات بنتي. الغريب في الامر ان بات بنتي عاودت ليه قصاصي وعاودت ليه على راجلي وعاودت ليه حتى على واحد السيد كان بغى يتزوج بيا وكنت درت الخطبه انا جاب الله درت الخطبه يعني باش نعرف داك السيد شكون هو ماشي شان نولد معاه 4 ولا 5 وكان قبيح هو نولد مع 4 ولا 5 نولي طالعه نازله في الدروج ديال المحاكم ونشبع دق عصا وزيد 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 قلت الخطبه نعرف ادبيا ان هذيك القصه الخطبه لقيته من عائله ديال السحور وعائله ديال الكهانه والغريب الامر ان جداه امه جداه 90 عام وكيايدوه في هذا الشيء ديال 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 الذبيحات وديال لا اللي كان غيخطبني اللي كان غيتزوج بيا وما قبلتيش ما قبلتوش هربت ليهم وانا بديت كنعاير في التليفون سيري الفاعل يا هادي سيري عائله النصابه يا هادي يا هادي اللي تتوما ديتو ليا فلوسي قلت لي انا راه ما نعطيك حتى شي ريال انا راه تقصف ديك جدك اللي عندها 90 عام تقص فيها تقص في امك وهادي وهادي وفي الاخر يا هادي ملي بديت كنعاير ويقول لي وانا غادي نوريك هاد 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 السحار اش غادي يدير لك قال لي الا بقى لك شي راجل ابو شرف في حياتك راه انا ماشي فلان ولد فلانه ويلا ما نخليك اسفل السافلين وتبقاي تدريجيا 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 تقواد عليك حتى تولي على الحافه راه انا باش نعلمك تعيري هذا المعيار وديري وديري وانا غنوريك السحار اشنو غادي يدير واش انا ما تسوقتش ليه قلت ليه العود المسرج في عائلتك ركبوه تبورد به خلتي فيه طول وعرض هي فاش ملي بداو كيطراو شي حوايج في حياتي بديت كنقول بصح ما قال لي غنرجعك كلمونيكا تا بصح سحر مدفون في مقبره نيت ما قال لي ما غيبقى لك حتى راجل تا بصح تاثير السحر بدا كيبان انا داك السيد كنتمنى ليه طول العمر وبزاف ديال الفلوس ويركب في احسن طوموبيل ولكن يدير باكسيد وما يبقاش يمشي ويبقى في الدار ويبقى حي وتقابلوا مو باش تسمع العذاب ديال الحياه حيت كيتفلاو على بنات الناس كيدخلوهم وكيقولوا لها متقي وقالت لي متقيش عيطي لي خالتي عيطي لي ماما تي بنتي ما عطانيش الله البنات انا بغيت ليه يدير طوموبيله واعره ويدير بهذيك الطوموبيل كسيده ويبقى حي باش موش بقات تبدل لي ليكوش بزاف السحور اخويا كيقتل كيمحن السحور كيقتل اخويا نجيك من الاخر انا نحمد ربي الا كانت على العين على العين وكتصيفط بنادم للقبر فما بالك سحر ماكول ومدفون وبزاف د الحوايج واخا تزوجتي من تزوجت هي باش تزوجت بالاجنبي ما كملش داكشي ديال الله عاوتاني تزوجتي بالمغربي تزوجت بالمغربي المغربي راه غريب في الامر انني عاودت ليه عاودت ليه على 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 اللي كان تحلف عليا وقال لي غندير لك السحر وعلى الفلوس اللي دا ليا وعاودت ليه على على الكاوري عاودت ليه على كل شيء اش كيقول لي انا ماشي بحاله انا اضطراب ديال الرجال ساعات شي اللي دار مع بنته بعدا خليني انا مع بنته مع ملائكه صدق حاشاك الغيس ديال الرجال ماشي اضطراب ديال الرجال صدق اصحاب فرعون وقلت لي عندي الدواء ديال الاعصاب وكيقول لي الطبيب هذا قال لك انا غادي وانا كذا انا ماشي بحالهم انا كنصلي كنعرف بيني وبين الله امي كدير الدروس في في الجامع انا هادي انا هادي انا هادي انا بابا انا هذا انا ماشي بحالهم لا حول ولا قوه الا بالله لا ياخذ فيهم الحق هادي من انا هادي من انا تثبتني تثبتني بداك الكلام المعسول والتعامل وقمه الاهتمام وبديت كنقول هذا هو الراجل هذا هو الراجل هي فاش دخل الدار شاف ماما شاف الحاله شاف كل شيء بقيت كنكسب غير الفلوس اللي عندي ديال الطوموبيل اللي بقيت كنكسبها قلت زعما كاينه نقعد بها راسي بشي بيعه وشريه شي بارتمان كريها انا وماما واخا عفريه هاد الولفه بديك 2000 درهم مثلا ونحضن امي وبا واختي يعني نيتي حسنه شويه كنقول ندير قهوه بديت كنتشاور معاه كبات بنتي كبيناتنا دم انا ديك الساعه حامله برازان شمس راه في كرشي حامله بها وبدا كيقول لي لا ما ديريش قهوه ما بين قهوه وقهوه كاينه قهوه ديري تليفونات ولا كمبيوتر
يدخلوا من الشينوا والجابون وكوريا. كنعرف واحد السيد صاحبي سميتو سعيد اخواني راه كيجيب هادشي يوسط لينا بدا يدخل لينا ونبيعو ونشريو ونديرو ونفعلو هادي وهادي وهادي. انا زعما قلت زعما كاينه داك رزق بسهوله وبغى يسبيها بداك السيد من الاخر فهمتي. هو بغى يسبيها بداك السيد حيت انا داك السيد ما شفتوش مش بنتي ما شفتوش سعيد ما شفتوش هذا اللي يهضر عليه كنت كنسمعو كيهضر عليه في التليفون. في الاخر بدا كيقول لي لا راه مشيت تبعتو حتى للناظور راه درت راه فعلت راه تركت ما عنديش باش نجي صيفط ليا باش نجي. صيفطت ليه ماما وني ديك الساعات ولدت يلاه خارجه من السبيطار والده بالفتيح حتى ولات مسكينه ماما هي اللي مصيفطه ليه فلوس المركوبه باش يجي يشوفني ويشوف بنته. قال لي ما نقدرش نعطيك ثمن عرفتي علاش حيت الغلط اللي كنت كندير ما كنديرش ورقه وستيلو. وبيني وبينك هادشي ديال الازواج ولا كيكون بينك وبين بنت ولا هذا خاص ولاو يكون راجلك باش يتسلفوا بيناتكم ورقه تشفع فيك حيت ما بقاتش الثقه في هذا الوقت. كتقول لا متمكن وكيصلي وعادي وسي نورمال حيت انا يلاه تعلمت من الدنيا دابا عاد باش وليت انا استاذه فهمتي وليت استاذه اش درت سديت عليا راسي بقيت كنثق في البشر كندخل بوحدي كنخرج بوحدي الا بانت معايا كتبان معايا بنتي او اختي او امي فقط لا غير. شنو تقولي لبات بنتك دابا حاليا لا كانت حسبي الله ونعم الوكيل فيه قول لي اش درت لك رجليك وكنت نغسلهم لك ولد الناس ولا كنتي تمرض نمشي نخرج نجيب لك الدواء ولا ما كانش عندي نتسلف ونتكلف واخا دار معايا هكاك ونصب عليا ودا ليا فلوس وما رجعش ليا. قلت بيني وبينو الدريه يحن في الدريه وما حنش فيها اللي شد الضد مع ملائكه شيطان اللي شد الضد من الدريه كانت محتاجه قطره حليب زايده في كورونا بنادم كيموت ولا بغى يتوب ولا بغى يسلم. النصارى واليهود كيولدوا مع صحاباتهم في الزنقه كيديروا على ولادهم اللي ما يداش. اش درت ليه كنت معاهم طب ديال فت الامراه الصالحه فتها فين ما نكون غادا خارجه الحانوت نعيط ليه الو انا غادا خارجه الحانوت حاشاك الطواليت هي اللي ما كنتشاورش معاه فيها راه داخله. انا طالعه للسطح نشر عندك تجي وما تلقانيش انا كنشر انا في الحانوت انا هادي انا غادا للحمام انا غادي نمشي نخرج ندير انا خلاني على الدص ماديا ومعنويا وخلاتها الدريه على الدص فهمتي. انا بلوتها في كورونا بنادم كنقول لك كلشي تسد مرجاناتو تسدو بقاو على البوليس اللي خدامين على البوليس والتليفونات هما اللي بقاو خدامين في هذيك لابيريود ديال ايامات الليغات واللقاح وبنادم كيتوفى فهمتي. التليفونات زعما الصحافه بقيتو هزين وهي يا محتاجه قطره الحليب وديال الفرماسيان صاحب ليه سليم ديال 11 درهم ولا بغى يحن ولا بغى يحن. انا ما تصرتش لك ما بقيتش نفرتك ما بقيتيش ديال العشره انت وما نعاودش نعاود ناخذ معك حتى قهوه اصلا. ونهضر لك على الدريه خصها ليكوش خصها الحليب خصها شحال من حاجه خصها ست التلفازه اللي عمرها ما دارتها ديما ماما كرشي كتمشي مقلبه في بنور رشده في الصبعان بغيت نشوف شنو بنتي عندها في المصارن هما في الصبعان 1200 كتدخل كيقلبوك بالصبعان سي نورمال راه التلفازه واقيلا شي 300 ولا 400 درهم الله اعلم. نسولك بوشرى شنو تقولي لطوني هضري معاه باللونجلي ولا فرونسي اللغه اللي كيفهم. شنو نقول لك طوني لا ربما يوصلوا هذا اللايف اش يوصلوا اش يوصلوا اش يوصلوا اش يوصلوا هو ما كيتفرج ما كيفهمش العربيه ما كيفهمش القنوات ديالنا اش غيوصلوا اش غيوصلوا ما كيفهمش العربيه ما كيفهمش الدارجه ربما شي واحد تما مغربي في بريطانيا يقطع مغربي في بريطانيا الا كان مغربي في بريطانيا شوف خويا اختي الله يرحم لك الوالدين حيت انا من الاخر القنصلية ديال الرباط ما دارش معايا والو كيقول لي خصك تكوني في بلادك والله ما مازال ما خديتش عشرات المليون ديال الصداق ديالي ولا المتعه ولا النفقه ولا كل شيء حتى طلقت هو ما معايش هنايا في المغرب كل خصك تكوني في بلادك كي غندير انا ماشي فانوس سحري مشى شبابي غير معاه راه الدوله ديالو خصها تعطيني حقي راه استغلال. شنو تقولي ليه هضري معاه بلونغ لا بوشرى ولا فرونسي باش كيفهم هضري معاه بلوغ شنو تقولي ليه هضري معاه
ما عرفتش منين نبدا. هضري معاك توجهي لي بكلام داكشي اللي في قلبك قولي لي ابو توني really always I do my best with you and I take care of you so much and I tell you all the time what you want, what you need. Always I want to say you very happy, but really I have just one question: why you do that with me? Why? حس بصح ما نستاهلش مكذبش عليك ما نستاهلش مرة ما نستاهلش ماشي مالك ولكن ما نستاهلش. رسالتك البنات بوصلة رسالتي البنات شوفي اختي تزوجي الله يسهل عليك الحلال زوين الحب زوين التفاهم زوين ولكن الثقة لا الثقة في امك تديك الثقة في الوثيقة راه ما كايناش الثقة في امك وفي الله تبغي تسلي في راجلك ولا انا ما كنحرش حتى الرجال حتى هما كذا هو مثال حتى هو دير معاها خويا ورقة ولا الدنيا دوارة والدنيا غدارة وكلشي امتحانات كاين ناجح وساقط الدنيا راه بحال المدرسة حنا راه التلامذ ديما كياكلوا العصا عند الأستاذ ولا طحتي في شي أستاذ راه الجحيم بحال اللي طرا ليا انا لا مع طولي ولا مع بوز اساسيه ديال العباقره اللي كيديو ديال بنادم تزوجوا بنيو اسره غير هو انا ضد هذيك الفكره ديال المراه اللي كتولد ربعه فهمتي في الاخر كتطلق بربعه فهمتي واحد جوج اضعف الايمان جوج بركه تبغي ديري شي حاجه من هنا لقدام تشاوري وشتي نقول لك واحد الحاجه اخويا شتي اقسم بالله العلي العظيم وكنت انا اي حاجه نبغي نديرها انا خرجت عليا المشاوره كنتشاور اش بان لكم كنمشي نتشاور العقول الكبيره زعما العقول الواعيه من كنمشي زعما كنقول ناس كبر مني غيفيدوني هذه التجربه الله اختي لا خويا تبغي شي حاجه تشاور توضاي جوج ركعات صلاه الاستخاره تشاوري مع الرب حي القيوم ضروري ما غادي تبان لك شي حاجه سوا غادي تعكس ديك القضيه وحنا عند الرمين نديرو شي حاجه نمشيو نتشاوروا تشاوري تدخلي للجامع وتشاوري مع الجامع مع صلاتك هذه النصيحه اللي نقدر انسان حد ما يصلي ويعرف بينه وبين الله ويدير صلاه الاستخاره هذاك هو احسن مستشار انا كل لقيت تخيل معايا دابا انا ساكنه في بيت مع الجيران وفي حي شنقول لك والحمد لله على كل حال انا اصلا ما ديرش ما تخافش ما مدصر عليا حتى شي واحد غدا في جنب الحيط لا كاينين احياء الشعبيه اللي ما كيخليوكش ترونكيل حيت كتنوض بالباله كيكون الشراب بنادم ما كينعش مزيان بزاف د الحوايج وهذا مهم الحمد لله حسن كيف ما قلت لك من الزنقه البيت ما عنديش فيه الشرجم ما كنلقاش باش نخلص كتبش عليك ما كنلقاش باش نخلص انا بنتي ما كنخرجهاش هاد السن هذا 3 سنين ونص راه السن ديال الخروج خصها تخرج خصها تلعب خصها تكتشف ولكن ما كنبغيش نخرجها حيت عارفاها غادي تبغي تقول لي ماما لعبه ماما بغيت نلعب الطياره ماما بغيت هادي ماما بغيت هادي كنشري لها داكشي ديال درهم 10 دريال 2 دراهم وصابرهم كابره صابرهم كابره الحوايج راه كنطلبهم ليها كذب عليك انا داك العام في عيد المولد النبوي عيد الكبير ما شريتش لها كسوه كنقول باقا صغيره 3 سنين ونص عيد ميلاد عمرني ما درت ليها كنقول باقا صغيره ما عارفه والو انا مهنيه بعدا واحد شويه ايوا ملي توصل 5 سنين تشوف في المدرسه بحال هكايا الدراري دايرين عيد ميلاد حتى تقول لك ماما بغيت هادي ايوا شنو ندير الدمار راني فيه الدمار الشامل نواوي ديال بصح لا في الجيب لا في كل شيء لا في الدواء ديال النعاس كيسالي ليا ما كنقدرش باش نشريه كنولي بحال داك الدواء ديال النعاس او ديال الاعصاب سي نورمال رانا نحمد ربي ونشكرو ملي
حاضنه بنتي ومازال ما تسطيتش. شحال واحد داز عليه قدهك وتسطى. سمح فولا كاين اللي ما عندوش حتى شي مشكل وسمح فولادو. انا الحمد لله هزه دقتي، هزه الابتلاء ديال الله، هزه محيلتي. كنقول خصني الدواء ديال العصاب، ما كاينش الدواء ديال الطبيب، هو خصو يدوز لك فلوس، ما كاينش. وما عندنا حتى شي حاجه، الله يحضر السلامه فابور، وما عندنا حتى شي حاجه يا ربي السلامه. بنادم كيبغي يدوز على الصحه والدواء فابور ما كاينش، وبنادم كيموت تدريجيا. شحال واحد قتلته الفقصه، انا بعدا شخصيا راه شي نهار تكسرني الفقصه عاد كثرت ناريم، الدواء ما كاينش، هادي الخدمه ما كايناش، هادي من هنا وكي غندير؟ الرقيه اضعف الايمان، خصو الفلوس نجيك من الاخر. الزيت اللي كيبغي يعطيك الدهن به، كيقول لك دير الجن العاشق ولا الجن ولا هذا ولا ما، ولا باش تحيد السحر المدفون داكشي حصاص. وخصو العزيمه وخصو الاراده، وانا واجده ونحضر العزيمه بلا اله الا محمد رسول الله. ايوا النتيجه تجي على شحال؟ على عام عامين باش ان شاء الله يشد. وشكون خويا يهزك في هاد العامين؟ شكون يهزك في هاد العامين باش تشد لك ليبغ ديال النفسيه ديالك اللي تدمرات وتخربات، مشات هباء منثوره. خلاصه القول، اذا تبعك التابعون انا لله وانا اليه راجعون. النمره ديالك ابو صاص بغيت تحطها في اللايف؟ شي مشكل نحطها اخويا؟ قول لي النمره ديالك. 07 08 17 13 14. 07 08 17 13 14. نكمل واحد الحاجه ياك. الله يرحم ليكم الوالدين اللي سمع هذا الاوديو، هذا الفيديو، هذا اللي لقى باش يتعاون معايا مرحبا، اللي ما لقاش باش يتعاون معايا يتعاون معايا بالدعاء. الا كانت شي مكالمه فيها قله الحياه ولا بنادم كيبدا يتفلى على بنادم، انا ما ناقصاش، انا ما ناقصاش. الا كانت شي ما ناقصاش شي واحد يبدا يتفلى في التليفون ولا اللي فيا يكفيني. انا يدعى اللي عنده مرحبا، اللي ما عندوش يدعى معايا بالدعاء، والبنتي حتى بالدعاء وعطيني ربي صحيحتي وطول العمر وباش نقوم به. هذا الدعاء حتى هو مهم، ولكن باش بنادم يزيد يكثر عليا ولا ديك الهضره الخايبه ولا ديك الهضره السلبيه ولا ما ناقصاش. اللي دار معايا شي حاجه ندعى معاه من قلبي، ندعى معاه، كندعى معاه حياتي كامله انايا، حيت انا ماشي نكارت الخير. ولكن باش بنادم انا عندي طاقه سلبيه ويزيد عاوتاني يزيدني في الهاويه، راه عندي بنت، راه الا مت راه الخيريه هي اللي غادي تقبل عليها، حيت راه ما كاينش شكون اللي غادي يقوم بها. امي اللي غادي نعول عليها كبرات في السن، هادشي اللي كاين. اذا مشاهدين قناه شوف تي في، كنتمنى على انكم تبارطاجيو هذا اللايف، لان هذا اللايف ماشي للفرجه وانما للعبره، لان القصه ديال بشرى صعيبه بزاف، مؤلمه، دازوا عليها بزاف ديال الامور اللي خايبين. يعني الزواج الاول ما صدق، الزواج الثاني حتى هو ما صدقش، وحاليا كتعيش في بيت مع الجيران الحمد لله، وانما كتشوف راسك يعني عايش في الرفاهيه، عايش في فيلا طوموبيل، ما خصك حتى شي حاجه، كدير الخير كتعاون، وفي الاخير غتلقى راسك في بيت مع الجيران. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يدير لها شي تاول الخير، اللي قدر على انه يوقف معها باش ما كان. 07 08 17 13 14، تواصلوا معها، صونيو عليها باش تواصل معكم حتى هي وتعاونوها في سبيل الابنة ديالها. ها هي باقا صغيره مسكينه، ما كاينش لا حنين لا رحيم. تواصلوا معها فيكم، وغير اللي فيها يكفيها. 07 08 17 13 14. حتى لهنا غنوصلوا على نهايه هذا البث المباشر، تبقاو على خير.